كشف الوكيل المساعد للخدمات الأهلية في وزارة الصحة الدكتور محمد الخشتي اليوم في مؤتمر التأمين والاستثمار الصحي أن الوزارة تولي الاهتمام والتشجيع للخدمات الصحية في القطاع الخاص عبر تسهيل إجراءات منح التراخيص. تولي وزارة الصحة اهتماما كبيرا في تشجيع الخدمات الصحية في القطاع الخاص من خلال تسهيل إجراءات منح التراخيص لمقدمي الخدمات الصحية. أما الدكتور أحمد الصالح والرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي قال أن الدراسات الفنية التي أجريت أوصت بتحديد قيمة الضمان الصحي للمستفيدين ليصبح 130 ديناراً للفرد في السنة،